ليش هون ما تؤيد بشكل بسيط أو ما تنقل مباشرة؟ لأن هي غير ذائبة في الماء. إيش قد بجسمنا ماء؟ 75% بجسمنا ماء، البلد الجزء الأكبر هو ماء. زين شلون راح تنقل بالماء وهي غير ذائبة في الماء؟ لازم ترتبط بمركبات بروتينية، والبروتين هو يعني أكثر ذوبانا في الماء، ممكن أن ينقل داخل اللبد من مكان إلى آخر. أوكي فهمتوني هسه؟ شنو هاي التركيبة؟ نسميها باللايبوبروتين. نوعين من اللايبوبروتين جدا مهمة بالنسبة للكوليسترول، اللي هي طبعا على فكرة احنا أخذنا سكيم بأيض الدهون شلون تنقل الكوليسترول والترايجليسرايد ويتم تأييدها. على فكرة تراجعوا لي، احنا الدهون ايض الدهون ما دخل بامتحان نصف السنة، هسه تبدون تراجعوا لي ايض الدهون هدم وتخليق الفاتي اسيد. اوكي زين، الكوليسترول لأهميته خليت له محاضرة واحدة. هسه قلنا نقل الكوليسترول يتم عن طريق اللايبوبروتين، واللايبوبروتين هناك نوعين مهمات، هي اللو دنسيتي لايبوبروتين والهاي دنسيتي لايبوبروتين. اللو دنسيتي طبعا وحده عملها عكس الاخرى. اللو دنسيتي لايبوبروتين تعمل على نقل الكوليسترول من الكبد الى خلايا الجسم، اما الهاي دنسيتي لايبوبروتين ف اوبوزيت اكشن، هي تاخذ الكوليسترول من أنسجة أو خلايا الجسم وتحملها إلمن إلى الكبد بشكل HDL، وهناك يحصل degradation لللايبوبروتين ويستخرج الفري كوليسترول اللي يستغل في تخليق البايل أسيد. سميناها high density لايبوبروتين ولو density لايبوبروتين اعتمادا على نسبة البروتين إلى الليبد في هذه الجسيمات. كل ما ازدادت نسبة البروتين سميناها هاي دنسيتي لايبوبروتين، كل ما قلت نسبة البروتين لو دنسيتي لايبوبروتين اعتمادا على نسبة البروتين إلى الدهون. تفتهمون علي طلاب؟ نعم دكتور. زين خل أصغر الصورة. زين major source of liver cholesterol، شنو المصادر الرئيسية للكوليسترول؟ يا اما من dietary cholesterol يجي عن طريق القناة الهضمية من الغذاء اللي حاوي على الكوليسترول ويفرز من القناة الهضمية الى مجرى الدم بشكل كيلوميكرون ريمينتس، or cholesterol synthesis in extra hepatic tissue، او الكوليسترول اللي يتخلق خارج خلايا الكبد او الانسجه اللي خارج الكبد. زين الكوليسترول بالاخير وين يذهب؟ الى الليفر. ليش قلنا هو المكان الرئيسي لتصفيه الكوليسترول من الجسم ولافراز الكوليسترول عند الحاجه؟ فبالاخير يتجمع وين الكوليسترول؟ بالليفر. وين يستغل؟ بالليفر. أما يفرز بشكل free cholesterol secreted in the bile or conversion to bile acid or bile salt or secretion of very low density lipoprotein. أما يفرز بشكل cholesterol للبايل أو يحول إلى البايل أسيد and bile salt، أو يفرز من الكبد بشكل لايبوبروتين نسميه الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، اللي بعدين راح يصير له ديجريديشن لو دنسيتي لايبوبروتين، وتاخذ البريفرال تيشو تستغل الكوليسترول اللي بداخله. طبعا هاي قد ما تحتاج أنسجة الجسم، قد ما تكون بحاجة إلى كوليسترول تاخذه بشكل low density lipoprotein اللي ينتج من أيض الـ very low density lipoprotein اللي يفرز منين؟ من الكبد.
مفهوم؟ انتقل، فاهمين؟ انتقل. زين. structure of cholesterol. طبعا على فكرة هذا جبت بالفاينال مات كلية الصيدلة مرحلة ثالثة، جبت لهم، ما جبت لهم اكتب لي ولا ارسم لي ستراكشر، جبت لهم بس الصيغة التركيبية إليه، ايش قد يحتوي، كم كربون، كم هيدروجين، اعطيتهم عدة صيغ ويختاروا لي الصيغة الصحيحة. ما عرفوه كوليسترول ستراكشر شو يحتوي عليه، من يحتوي على الهيدروكربون تايل، سلسلة هيدروكربون طرفية، ويحتوي على الكوليسترول نوكلس نسميها، اللي هي نويات الكوليسترول، أو اللي هي حلقات أربعة، ثلاث من عدة حلقات سداسية وحلقة خماسية واحدة، إضافة إلى هيدروكسيل مرتبطة بالموقع ثلاثة للكوليسترول. الفري كوليسترول ممكن إنه يرتبط أو يتأثر مع فاتي أسيد ويتحول إلى كوليسترول أستر. زين، أسألكم سؤال، منو أكثر ذوبانا في الماء؟ منو أكثر قطبية؟ الكوليسترول أستر أم الكوليسترول أم الفري كوليسترول؟ كوليسترول أستر. خطأ. ليش؟ على من اعتمدتي؟ على من اعتمدتي؟ شوفوا الفري كوليسترول، احنا اخذنا اذا تتذكرون اخذنا الميسيلز او اللايبوبروتين، قلنا تركيبة اللايبوبروتين الفري كوليسترول يكون الى الخارج، لانه يعتبر هيدروفيليك مولكيول محب للماء، بينما الترايجليسرايد يكون الى الداخل، اذا تتذكرون الرسم اعطيتكم اياه، طبعا انتم فاقدين الذاكره ادري بكم ما تتذكرون كل شيء، اعطيتكم الرسم مال اللايبوبروتين، جسيمه اللايبوبروتين، انه بداخلها تحمل الكوليسترول استر اند ترايجليسرايد، وبالخارج الفوسفوليبيد والابو بروتين او البروتين، تركيب البروتين والفري كوليسترول. ليش هكذا تركيبها؟ لان الفري كوليسترول يعني والبروتين والفوسفوليبيد كلهم يعني جزيئات محبه للماء، بينما الكارهه للماء راح تكون داخل الجسيمه اللي هي كوليسترول استر اند ترايجليسرايد. تذكرون لما تذكرون، فمنه الاكثر قطبيه؟ طبعا الفري كوليسترول. ليش؟ تركيبيا نحاول على مجموعة الهيدروكسيد اللي هي مجموعة قطبية، مفهوم؟ زين مفهوم دكتور. كوليسترول بايوسينثيسيس، the primary building block is acetyl CoA، الوحدة الرئيسية لبناء كل أنواع الدهون هي الأسيتيل CoA. والاسيتيل كو اي منين متكونه؟ يعني شوف الكوليسترول يحوي على 27 كربون اتوم، هاي 27 ذره من الكربون البادئ الها هو الاسيتيل كو اي، اللي هو يحتوي على كم ذره كربون؟ 2 كربون اتوم. All nucleated cell can synthesize cholesterol principally the liver and intestine which occur in the cytosol and endoplasmic reticulum. إذن كل الخلايا اللي تحتوي على نويات مثل خلايا الليفر والانتستين هي لها القابلية على تخليق الكوليسترول، تحديدا في السيتوسول يتم تخليقه and endoplasmic reticulum والشبكة الاندوبلازميك. The cholesterol give no ATP. ليش؟ ليش ما ينطينا ATP؟ هو مو دهون، والدهون هي مو تنطي طاقة، ليش هو ما ينطينا ATP؟ مكتوبة قدامكم. Because the body cannot break the citrate nucleus. هاي الحلقات مالت الكوليسترول صعب تحطيمها، الجسم
يعني يصعب عليه تحطيمها. فالكوليسترول ما يعتبر هو مصدر للاي تي بي او مصدر للطاقه في الجسم. زين، كوليسترول بايوسينثيسيس may be divided into five steps. Three reactions, synthesis, mevalonate, six carbon from acetyl-CoA enzyme, two carbon. ثلاث تفاعلات من خمس خطوات أو ثلاث خطوات من الخمس خطوات يتم خلالها تكوين المافالونات اللي هو يتكون من 6 كربون أتوم. البادئ لتكوين المافالونات هو الأسيتايل كو أي. خلينا نشوف شنو هاي الخطوات. 2 أسيتايل كو أي راح تتحول الى الاسيتو اسيتايل كو اي باي تايريز انزيم، طبعا يتحرر عند المرافق الانزيم اللي هو كو اي. الاسيتو اسيتايل كو اي حتتحول الى الهوميج كو اي بعد ما تتحد معها الاسيتايل بجزيئه اسيتايل كو اي اخرى، ويتحرر مرافق انزيم جزيئه من المرافق الانزيم كو اي. تتم هاي الخطوة by homage CoA synthesis. هسا شو تكون عندنا الهوميج CoA؟ الهوميج CoA راح يتحول إلى المافالونات by homage CoA reductase. هذا جدا مهم الإنزيم في عملية الكوليسترول biosynthesis. وتعتبر هذه الخطوة وهذا الرياكشن rate limiting step. خطوة محددة لمعدل تخليق الكوليسترول. تتضمن هذه الخطوة طبعا استهلاك جزيئتين من الـ NADPH. معناته شنو؟ معناته تخليق الكوليسترول يحتاج طاقة. لو حرر لي طاقة سؤال لكم، تخليق الكوليسترول يحتاج طاقة لو حرر لي طاقة؟ يحتاج طاقة. عفوا، يحتاج طاقة. زين، هسه اسالكم سؤال اخر. الهوميج كو اي هذا وين شايفينه؟ خل ابدي لكم هيك ببساطه، يعني انتم وضعكم صعب بالبايوكيمستري. الهوميج كو اي وين شايفينه هذا المركب؟ وين قارينه؟ وين شارحينه؟ بالكيتون بوديز سينثيسيس. عافيه، ممتاز، الكيتون بوديز سينثيسيس. زين، اذا الهوميج كو اي هو يعتبر يعني مادة لتخليق أو مركب يخلق من عند الكيتون بوديز، هو ليش ما دخل مسار الكيتون بوديز؟ ليش تحول إلى ميفالونات وبعدين راح يتحول بالنهاية بعد عدة خطوات يتحول إلى كوليسترول؟ ليش ما راح الغير مسار؟ ليش ما راح المسار تخليق الكيتون بوديز؟ موجود بالسيتوبلازم، لأن تفاعل كيتون بودي يحدث بالسيتوبلازم والتخليق مالك يحكي في الميتوكوندريا. بعد شوي انت وصلتي، عيدي ترتيب افكارك. طلاب شوفوا، الهومش كو اي يستغل في تخليق الكيتون بوديز ان ميتوكوندريا. اوكي، ليش؟ لان الميتوكوندريا حاويه على الانزيم اللي يحتاج لتخليق الكيتون بوديز، بينما الهوميج كو اي عندما يتكون بالسيتوبلازم، هنا تكون عندنا بالسيتوبلازم مو بالميتوكوندر. لو تكون بالميتوكوندر يروح قبل تخليق الكيتون بوديز، لكن هنا تكون عندنا بالسيتوبلازم. بالسيتوبلازم عندما يتكون يدخل مسار تخليق الكوليسترول. اوكي، فاهمين؟ اي دكتور. زين دكتوره، بس عفوا صوتك ناصح. ليش والله؟ يعني انا جايبه سماعه وعلى اعلى شيء، بعد ما اعرف يعني شو السبب، ومعلي الحاسبه. الحاسبه ليش؟ مين هاي السكيم؟ لو تريدون اعاده لو شنو؟ لو ننتقل. يا دكتورة واضح. اوكي، صوتي شلون هسه؟ صار اعلى؟ اي صار اعلى. ممتاز.
زين، هذا نفس السكيم اللي قبله، بس كاتبته لكم بشكل جزيئات على مود تفهمون اكثر. التو اسيتايل كو اي راح يصير لها يعني راح ترتبط وتكون لي الاسيتو اسيتايل، وتتم هاي الخطوه طبعا بمساعده انزيم اثايلاز. دكتوره احنا مطالبين بذني جزيئات؟ لا لا ما مطالبين بالستركتشرات، لا يعني تحفظون لي هذا كلش كافي، هذا تحفظونه كلش كافي، لكن هاي على مود تفهمون اكثر يعني، وعلى مود اكو فد يعني فد ملاحظه عليها. زين، فالتو اسيتايل كو اي راح يعني تتحد وتكون الاسيتايل الاسيتو اسيتايل كو اي باي ثايلاز انزيم، ثم يتحول اسيتو اسيتايل بعد ما ايضا يعني تتحد معه جزيئه اخرى من الاسيتايل كو اي راح يتحول الى الهومش كو اي، والهومش كو اي احنا ايش قلنا عليه 3 هيدروكسي 3 ميثيل جلوتاراي كو اي. طبعا يعني بمساعدة الهومج سينثيسيس سينثيس. زين، الهومج كو اي قلنا في السيتوبلازم راح يتحول المن الى المافالينيت باي هومج بروتكتيز انزيم، لكن هذا المسار هو هاي الخطوه من الكوليسترول سينثيسيس هي اهم خطوه بمسار الكوليسترول سينثيسيس، وتعتبر الريت ليميتد ستيب. عفوا، لذا يعني يتركز عليها اهتمام انه هل ممكن ايقاف عمليه تخليق الكوليسترول؟ نعم ممكن بعقارات معينه بادويه معينه تسمى بالستاتين دراكس، يعني such as السيمافاستاتين اللي يعمل على تثبيط الهومج كو اي ريدكتيز، وبالتالي يثبط عمليه تخليق الميفالونات. واذا يعني تم تثبيط تخليق الميفالونات تم ايقاف عمليه تخليق الكوليسترول برمتها. مفهوم طلاب؟ انا على مود هاي الملاحظه. مفهوم دكتور. زين، تو فورميشن اوف ايزوبرونايد. الايزوبرونايد يحتوي على 5 كربون اتوم. ايزوبرونايد يونت فورمد فروم ميفالونات ان سيفرال ستيبس ميد 3 اي تي بي، ايضا تتم خلال عمليه تكوين الايزوبرونايد نحتاج 3 اي تي بي اند لوس 1 كربون از كربون دايكسايد. ميفالونات يتحول الى الايزوبرونايد او الايزو منتينايل داي فوسفيت اللي يحتوي على 5 كربون اتوم. يتم تحويل الميفالونات الى الايزوبرونايد باي 4 ستيبس. خلال هاي يعني الفور ستيبس يتم استهلاك 3 اي تي بي وتحرير 1 مولكيول اوف كربون دايكسايد. يعني انا جبت لكم اكثر شيء ملخص، ما ردت ادخل لكم كل تفاصيل تخليق الكوليسترول، خاف يكون في صعوبه لكم. 3 فورميشن اوف سيكوالين، والسيكوالين يحتوي على 13 كربون اتوم. 6 ايزوبرونايد يونت كوندينس تو فورم سيكوالين. راح تتحد 3 وحدات من الايزوبرونايد، 6 وحدات عفوا من الايزوبرونايد، وتكون لي سيكوالين. 3 ايزو بنتينايل دايفوسفيت راح تكون لي الفارنسايل دايفوسفيت اللي يحتوي على 15 درجة كربون، ثم وحدتين من الفارنسايل دايفوسفيت راح تتحد وتكون لي السيكوالين اللي يحتوي على 13 كربون اتوم. وخلال هذه الخطوة يتم استهلاك جزيئة واحدة من الـ NADPH. طبعاً السيكوالين راح يتحول إلى اللانوستيرول اللي يحتوي على 30 كربون أتوم. تحتاج هذه الخطوة جزيئة أكسجين
مع جزيئة NADPH وتتحرر خلالها جزيئة H2O و NADPH. اللانوستيرول راح يتحول إلى كوليسترول من خلال أربع خطوات. خلال هذه الخطوات تم استهلاك 4NADPH مولكيول ويتم تحرير 3 مولكيول of كربون دايوكسيد. هسه سؤال: For the synthesis of one mole of cholesterol, how many mole of acetyl-CoA and ATP recruit and how many mole of carbon dioxide liberated? زين، إيش قد عندنا استهلكنا طاقة؟ وإيش قد استهلكنا جزيئات من acetyl-CoA؟ وش قد تحررت عندنا جزيئات من الكربون دايوكسيد خلال الكوليسترول بايوسينثيسيس باثوي؟ 18 اي تي بي و 18 اسيتال كو اي و 9 ذرات كربون. ممتاز. زين، regulation of cholesterol biosynthesis. احنا تعلمنا كل مسار ايضي ناخذ له regulation. خلينا نشوف regulation of cholesterol biosynthesis. The enzyme الهومش كو اي ريدكتيز، ان اتفقنا على انه هذا الانزيم هو الريت ليميتد ستيب او الكي انزيم اوف كوليسترول سينثيسيس. The enzyme الهومش كو اي ريدكتيز كاتالايز ذا ريت ليميتنج ستيب in cholesterol biosynthesis and subjected to virus regulatory mechanism. هنشوف شنو الميكانيزم اللي من خلالها راح تتم عملية تنظيم cholesterol biosynthesis. The first mechanism, sterol-dependent regulation of gene expression. تعرفون شنو gene expression؟ تعرفون لو لا؟ gene expression بالنسبة لي لا. الشفرة الوراثية اللي انوخذت من الدي ان اي واصبحت بشكل ام ار ان اي واللي يتم وفقها تخليق الهومش كو اي ريدكتيز انزيم. ما ادري قلت لكم او لا، اعتقد ذكرتها اكثر من مره، قلت لكم كل الانزيم هو بروتين وكل بروتين يتم تخليقه وفق جين اكسبريشن. هذا الجين اكسبريشن يشتق او يستنسخ من الدي ان اي الموجود في النويات. ماشي، فاول ميكانيزم يتم وفقها تنظيم الكوليسترول بايوسينثيسيس هو تنظيم الجين اكسبريشن الملي الهومش كو اي ريدكتيز انزايم از كنترولد باي transcription factors called SREPP. وال SREPP هو sterol regulatory element binding protein. اوكي، هذا ايضا هو نوع من البروتينات اللي هي موجوده في الممبرين اوف endoplasmic reticulum. This protein SREPP binding initially to the membrane of endoplasmic reticulum, which is activated by a proteolytic cleavage and the active form travel to nucleus and stimulate homologous reticulated gene transcription. إذا عملية استنساخ الجين اللي يتم من خلاله أو اعتمادا عليه تخليق بروتين الهومش كو اي ريدكتيز انزيم، هذا يعتمد على من؟ يعتمد على تنشيط عامل معين او بروتين معين نسميه بالاس ار اي بي.
وين هذا موجود؟ موجود بالممبرين اوف اندوبلازميك ريتيكولم. يتم تشيطه من خلال البروتولايتيك كلافج. هناك انزيمات تعمل على يعني تحويل هذا البروتين من الصيغه الغير او الصيغه التركيبيه غير فعاله الى تركيبه فعاله. من يتفعل سيلكتيفيشن راح المن يعني يذهب الى النوكلس. النوكلس اللي هي حاويه على الدي ان اي اللي يحتوي على الشفرات الوراثيه. فتحفز على شنو؟ على استنساخ الام ار ان اي الخاص بالشفره الوراثيه للجين الهوموج ريدكتاز. When cholesterol level are low, when cholesterol level are low, there will be activation of SREPP leading to increased homolog reductase synthesis, and this will lead to increase the cholesterol biosynthesis. طبعا قد ما صار الاكتيفيشن هذا العامل ويعني حفزني على زيادة الاكسبريشن of homochco A reductase وبالتالي يؤدي إلى زيادة تخليق هذا الانزيم. وكل ما ازداد تخليقه كل ما يعني ازدادت عملية أو معدل تخليق الكوليسترول. While increase the cholesterol level perfect the activation of SREPP وهذا يؤدي إلى low activation of homochCoA reductase gene وهذا يؤدي إلى decrease the cholesterol biosynthesis. طبعا قلنا احنا هذه الميكانيكية تعتمد على activation of SREPP لكن ممكن أن يثبط تخليق هذا الفعالية هذا البروتين من خلال زيادة تركيز الكوليسترول. إذا ازداد معدل تخليق الكوليسترول وازداد تركيز الكوليسترول هذا يؤدي إلى تثبيط عملية الاكتيفيشن لل SREPP وبالتالي راح ما يستنسخ أو ما يحفز الاكسبريشن جين أوف وبالتالي راح تتوقف أو تثبط عملية تخليق الكوليسترول. وهي يعني يعني قدرة الله سبحانه وتعالى يعني شلون خلق أجسامنا إنه عد ما يفيض يعني حاجة الجسم يكتفي الجسم من مركب معين أو من مادة معينة راح يتوقف عملية تخليق هذا المركب. ف نقصان هذا المركب يؤدي وحاجة الجسم إلى هذا المركب يؤدي إلى تنشيط عملية تخليق هذا المركب. إلا لا سمح الله الناس اللي عندهم خلل وراثي مثلا فيعني ما موجودة هاي الآلية تكون في الجسم أو عندهم ديفكت معين. ميكانيزم the second mechanism of regulation of cholesterol biosynthesis here sterol independent phosphorylation and dephosphorylation. The homochCoA reductase هاي أخذناها الميكانيزم إذا تذكرونها بالمحاضرات الأولى للإنزيمز إنه يمكن إنه ينظم الإنزيم أو يثبط أو ينشط في الفسفرة أو إزالة الفسفرة. فالهومشCoA reductase is activated by dephosphorylation and inhibited by phosphorylation. يشبه بهذا الشيء يشبه الأسيتال كو أي كاربوكسيلاز اللي يعتمد عليه عملية تخليق الفاتي أسيد إذا تذكروا. إذا تذكروا هاي الاسكيم اللي أمامكم طلاب كنا تتم عملية تنظيم الكوليسترول بايوسينثيسيس بعدة ميكانيزم. أول ميكانيزم هو العامل SREPP
بي بي اللي موجود بالاندوبلازميك. الكلام زين. باي بروتولايتيك كلافج راح يتحول من الى صيغه فعاله، راح يدخل الى النوكلس. النوكلس حاوي على الدي ان اي اللي حاوي على الشفره الوراثيه المن لجين الهومش كوايروديكتيز، راح يحصل لعمليه استنساخ لهذا الجين ويخرج بشكل شفره وراثيه ام ار ان اي المن الى السيتوبلازم. في السيتوبلازم تتم ترجمه الام ار ان اي بشكل بروتين اللي هو الهومش كوايروديكتيز. الهومش كوايروديكتيز اللي هو يعمل على خفيف او هو الريت ليميتد ستيبل فور كوليسترول بايوستاتيسيس. ايضا هناك ميكانيزم اخرى تعمل على تنظيم الهومش كوايروديكتيز اللي هو او يعني تثبيطه، ويمتى يثبط؟ عند ما يزداد طبعا تركيز الكوليسترول، الجسم بعد ما يحتاج كوليسترول. فيتم تثبيطه باي فوسفوريليشن، وتتم عملية الفوسفوريليشن بإضافة مجموعة فوسفيت وربطها بالإنزيم باي فوسفوبروتين، عفوا باي بروتين كاينيز. بروتين كاينيز هاي وش فيها؟ بالإنزيم شرحناها، بس من الإنزيمات اللي يعمل على ربط مجموعة فوسفيت أو نقل مجموعة فوسفيت من الـ ATP المن إلى المادة الأساس. فعدا المادة الأساس هو الإنزيم، فأدى إلى تحويله من الأكتف إلى الأكتف. أيضا من الممكن إزالة الفسفرة بالإنزيم وتحويله إلى الأكتف باي فوسفوبروتين فوسفيتيز. طبعا هذا كله اعتمادا على احتياجات الخلية من الكوليسترول باي فوسفوبروتين فوسفاتيز. زين، الهومج رودكتيز يعمل على تحويل هومج كو اي المادة الأساسية اللي يشتغل عليها المن الى المافالونيك اسيد، واللي يتحول بعدة خطوات الى الكوليسترول. كوليسترول عندما يكون منخفض التركيز هذا يؤدي الى تنشيط العامل اس ار اي اي بي، وبالتالي ينشط عملية تخليق الكوليسترول. لكن عندما يكون الكوليسترول ذات يعني increase level راح يؤدي هذا إلى تثبيط هذا العامل، وبالتالي تثبيط عملية تخليق الكوليسترول من خلال يعني قلة تركيز الهومش كوائي. ليش؟ لأن ثبطت عملية الاكسبريشن للجين الهومش كوائي روتكتيز. هسه شنو فاهمين؟ طلاب فاهمين الشرح هذا على هذا الاسكيم؟ وين رحتوا طلاب؟ وين؟ نعم دكتور. شنو اعيد ليش بيه؟ يا نقطة ما فاهمته. هو هذا الاسكيم كله. ليش كله؟ كله ما فهمتي من البداية؟ هذا الشرح صار لي ساعتين اشرح. ما فاهمته؟ لو اكو نقطة ما فاهمته بي. انت كنتي وياه بال يعني داخله بالمود؟ وين ما فاهمته بالسكيم؟ طلاب هذا السكيم يشرح الميكانيزم اوف ريجوليشن اوف بايو سينثيسيس كوليسترول بايو سينثيسيس. ماشي، اول هذه الميكانيزم هو العامل اس ار اي بي بي، وين موجود؟ بالاندو بلازميك روتيكولا. هذا ينشط عند ما يكون تركيز الكوليسترول منخفض. الخلية محتاجة كوليسترول، الجسم محتاج الكوليسترول، راح ينشط باي بروتولايتيك كلافج يتحول إلى الـ SREBP. هذا العامل راح يدخل المن إلى النوكلس، هاي النوكلس شوفوها بيها DNA نحاول على الشفرات الوراثية للبروتينز، فيعمل على تنشيط transcription of جين الهومش كوايروديكتيز. زين، بشكل راح يستنسخ هذا الجين بشكل mRNA، يخرج الـ mRNA إلى السيتوبلازم
وبالساتو برازم راح يصير له ترانسليشن يعني ترجمه، هاي الشفره الوراثيه راح تترجم بشكل بروتين، هذا البروتين هو الهومج كو اي ريدكتيز اللي يحول لي الهومج كو اي الى مافالونيك اسيد، ويتحول المافالونيك اسيد الى الكوليسترول. الميكانيكيه الثانيه هي اندبندنت فوسفوريليشن اند ديفوسفوريليشن، يعني شنو؟ يعني ممكن ان ينظم الهومج كو اي او يحفز ينشط الهومج كو اي بازاله الفسفره ويثبط باضافه الفسفره. يعني عندما تعمل بروتين الكاينيز على نقل مجموعه فوسفات من الاي تي بي اي الى الهومج كو اي راح يتم فسفرته وتحويله الى الصيغه الغير فعاله ان اكتب، فتتوقف عمليه تخليق الكوليسترول. ليش تتوقف؟ لان احنا قلنا الهومج كو اي ريدكتيز هذا يعني يعتبر كي انزيم المن لل بايوسينثيسيس اوف كوليسترول، لكن عندما تزال من الفسفره راح يتحول الى الاكتيف فورم الى الشكل الفعال، وهذا كله اعتمادا على من؟ على حاجه الجسم او حاجه الخليه للكوليسترول من عدم حاجته. ماشي؟ عندما يزداد تركيز الكوليسترول راح شنو يصير للهومج كو اي؟ او تزداد الـ يعني الاي تي بي في الخليه راح الهومج كو اي ريدكتيز راح يثبط، لكن عندما ينخفض تركيز الكوليسترول راح الهومج كو اي ينشط. اما يزداد تركيزه من خلال يعني زياده الاكسبريشن اوف الهومج كو اي جين او من خلال ازاله الفسفره، وبكل الاحوال راح يزداد يعني نشاط الهومج كو اي ريدكتيز، وبالتالي راح تزداد يعني او تحفز عمليه الكوليسترول باي سينثيسيس. مفهوم؟ مفهوم؟ Inhibition of homage co-I reductase. الميكانيزم الأخرى يا أما يثبط بالفسفرة يا أما يعني عندما يزداد تركيزها هاي بصورة طبيعية. أكو عندنا عدة ميكانيزم لتنظيم homage co-I reductase. عندنا ميكانيزم فيسيولوجية داخل الجسم تحدث بصورة طبيعية مثل الفسفرة وإزالة الفسفرة، أو يعني عن طريق العامل اللي ينشط لي الاكسبريشن اوف هومج كو اي ريدكتيز جين، هاي بصوره طبيعيه داخل الجسم. لكن عندنا يعني ميكانيزم ذا ثيرد ميكانيزم اللي هي انهبيشن باي دراكس such as a statin drugs is structure analogous to homage co a اللي هي تعتبر substrate and cause competitive inhibition to homage co a reductase. إذن الميكانيزم الأخرى لتنظيم الهومج كو اي ريدكتيز اللي يعتبر ال rate limited step of cholesterol biosynthesis by drugs مثل ما الدراكس الستاتين دراكس. هذا الستاتين يعتبر أو مركبات الستاتين هذه تعتبر شنو؟ تعتبر analogous. يعني شنو analogous؟ متشابه لي مشابه تركيبيا structural analogous المن للهومج كو اي الماده substrate اللي يشتغل عليها انزيم الهومج ريدكتيز، فتجي وترتبط بمن؟ بالاكتيف سيت بالمركز الفعال المن للهومج كو اي ريدكتيز والثبطه. هي ماده مشابهه تركيبيا للماده الاساس اللي يعمل عليها انزيم الهومج ريدكتيز. اوكي، فيعتبر مثبط تنافسي المن لانزيم الهومج كو اي ريدكتيز. مفهوم؟ مفهوم دكتورة. يعني انا بالشرح احس روحي دا اتعب وياكم، بس انتم ما تضطوني بالامتحان النتيجه اللي اريتها، ما اعرف ليش. بس على سبيل المثال سيمفاستاتين هو هذا تركيبه، والهمج هذا تركيبه، الهمج اللي تشتغل عليه يشتغل عليه الهمج روديكتيز، هاي المادة الأساس
اللي يشتغل عليها انزيم الهومج كو اي ريدكتيز. وهاي الاستاتين، مركب الاستاتين ميباستاتين اللي هو مشابه تركيبيا الى هذه الماده. تشوفون تشوفون هاي المجموعه شلون تشبه هاي المجموعه، هاي الجزيئه شلون تشبه هاي الجزيئه. هاي الماده الاساس اللي يشتغل عليها بصوره طبيعيه الانزيم. وهاي ماده تؤخذ بشكل عقار مشابهه تركيبيا للماده اللي يشتغل عليها الانزيم، راح ترتبط بالاكتيف سيت للانزيم عفوا وراح تثبطه، ما تخليه يرتبط، راح يتوهم بيها يرتبط بيها وتثبطه، ما راح يرتبط بالماده الاساس اللي يشتغل عليها، وبالتالي ما راح يتكون عندنا المافالونيت، وبالتالي راح توقف عمليه تخليه الكوليسترول. اوكي، طبعا العقار ينطى للناس اللي عندهم زياده بالكوليسترول، وهذا زياده بالكوليسترول يعني عندهم يعني ديفكت معين في يعني غالبا ما يكون يعني السبب وراثي، فيتخلق عندهم بصوره مستمره الكوليسترول ومستويات جدا عاليه، فما نستطيع نوقفه الا بهذا النوع من الدراكس. اوكي، مفهوم؟ مفهوم دكتور. هسه من اجيب لك، من اجيب لك اقول لك شنو السيمافاستاتين، شو تقول لي هو شنو؟ ستاتين دراكس. وبعد شنو؟ انهبيتر فور كوليسترول سينثيسيس. وبعد شنو؟ ستراكتشرال انالوجس اوف هوميج كو اي. هو شنو هو؟ اما تقول مضبط تنافسي للهوميج كو اي ريدكتيز، وهو مشابه تركيبيا للماده الاساس اللي يشتغل عليها، وبالتالي هو يعتبر شنو؟ انهبيتر اوف كوليسترول synthesis. زين، خلينا نشوف the transport of cholesterol between the liver and peripheral tissue. شلون ينقل الكوليسترول؟ طبعا هذا مو جديد عليكم، هذا ملخص اكثر، بس انتم ماخذين من اخذنا الدهون، ايضا الدهون يعني عمليه نقل الدهون اخذناها كل تفاصيلها. زين لولا اذا تذكرون تريجليسرايد زائد كوليسترول، اخذنا في الديسكيم يعني خلال هذيك المحاضره اللي ضمنت ايضا الفاتي اسيد، اخذنا هيك سكين، فمو جديد عليكم. قلنا يعني الدايتري ليبيد راح يؤخذ عن طريق الغذاء ويفرز من القناه الهضميه بشكل شنو؟ كيلو مايكرون. كيلو مايكرون راح يتحول، تنطلق الى مجرى الدم، ومجرى الدم يحاول على اللايبوبروتين لايبيز اللي يعمل على تحطيم الكيلو مايكرونز، وبالتالي يحولها الى كيلو مايكرون ريمينتس. الكيلو مايكرون ريمينتس راح تدخل الى الكبد من خلال طبعا ارتباطها بمستلمات خاصه موجوده على اغشيه خلايا الكبد، ويدخل الى الكبد. الكبد يقوم بافراز الكوليسترول اللي اخذ عن يعني بشكل كيلو مايكرون ريمينتس بشكل بعد ما يحصل لها degradation، راح يفرزها الكبد بشكل very low density lipoprotein، تفرز إلى the bloodstream، وال bloodstream حاول على lipoprotein lipase يعمل لل very low density lipoprotein degradation، ويتحول ال very low density lipoprotein إلى low density lipoprotein. ايضا low density lipoprotein راح يحمل عن طريق الدم المن الى البريفرال تشو او other تشو، ويرتبط بمستلمات خاصه على سطح الاغشيه الخلويه، مستلمات خاصه بال LDL نسميه LDL receptor، ويدخل الى هذه الخلايا، ثم يفرز من هذه الخلايا، يحصل له degradation ايضا، ويفرز من هذه الخلايا إلى مجرى الدم، ويحمل إلى الكبد بشكل HDL. طبعا يفرز أو يحمل إلى الكبد بشكل HDL بمساعدة الـ LCAT اللي هو الستنين كوليسترول أسايد ترانسفيريز، والـ ABCA
اي بي سي اي اللي هو اي تي بي بيندينج كاست ترانسبورتر. اوكي اذا انفرز من الاذر تيشو بشكل اتش دي ال. الاتش دي ال راح تحمل عن طريق الدم الى الليفر. طبعا اكو مستلمات على سطح الهيباتيك سيل ترتبط بالاتش دي ال ويدخل الى داخل الليفر. ايضا يحصل له ديجريديشن ويستخرج يعني الفري كوليسترول اللي ينطلق من الاتش دي ال داخل الكبد راح يشتغل في تخليق البايل سولت اند بايل اسيد. زين هسه فاهمين هذا السكيم اللي امامكم؟ عندكم اشكال بيه؟ محمد مو بس واضح، إذا ما فاهم قول. هسه كوليسترول ديجريديشن شلون تحطيم الكوليسترول؟ يتحطم بسهولة الكوليسترول؟ نستغل الجسم يستغل الـ ATP اللي يحصل عليه من الكوليسترول؟ شلون تحدث عملية degradation of cholesterol. Cholesterol and other steroid cannot be degraded to smaller molecules. Instead, they are converted to derivatives whose improved solubility properties allow their extraction. إذن الكوليسترول والستيرويد، الستيرويد طبعا هي كلها مشتقة من الكوليسترول، صعب تحطيمها، وانما بدل ما تحطم لان هذا الشيء صعب على الجسم فتحول الى مركبات اخرى هي اكثر ذوبانيه مما يسمح بافرازها والتخلص منها يعني خارج الجسم. Degrading and eliminating cholesterol mechanism is the synthesis of bile acid which occur in the liver. اذا عمليه التخلص من الكوليسترول او عمليه تحطيم الكوليسترول تتم من خلال تحويل الكوليسترول أو تخليق البايل أسيد من الكوليسترول واللي تحدث بصورة رئيسية في الكبد. شنو هي البايل سولت؟ They are important components of bile yellowish green liquid produced by hepatic cells that add in the digestion of liver. إذا البايل سولت هي أملاح لكن تكون سائلة صفراء اللون، وهذه الأملاح وظيفتها هي المساعدة على هضم الدهون. Bile also contain cholesterol. شنو البايل سولت ايش تحتوي؟ تحتوي على الكوليسترول، فوسفوليبيد، البايل بيجمنت، البايل بيجمنت اللي نعني به بيليروبين آن بيليفيردين. The bile pigments are degradation product of heme. البايل بيجمنت من يحصل عليها الجسم يحصل عليها من خلال تحطيم الهيم، والهيم هو جزء البروتين المرتبط بالحديد اللي بمراكز مرتبطة بإيونات الحديد من الهيموغلوبين. فعند ما يكون هناك هيمولايسيس راح تتحرر البايل بيجمنت. Bile is secreted into bile duct and stored in the gallbladder. إذا وين حتروح بعد ما تتحرر البايل بيجمنت الناتجة عن الهيمولايسيس أو الهيموغلوبين أو عن كناتج للديجريديشن أوف هيم؟ راح تفرز إلى القناة الصفراوية وتخزن في الجالبلادر في المرارة. Bile is used in the small intestine. شنو فائدته هسه خزنت في المرارة؟ شنو فائدته؟ Bile is used in the small intestine to enhance the absorption of dietary fat while acts as an emulsifying agent. إذا هي عوامل استحلاب تفرز عند الحاجة من الجالبلادر المن إلى الانتستين السمول انتستين. ليش؟ لي على مود تساعد في عملية امتصاص الدايتري فات. ليش؟ لأن تؤدي إلى
يعني تعمل كعوامل استحلال، وبالتالي راح تكون المس سيلز اللي اخذناها، تذكرون بالفاتي اسيد ميتابوليزم او فاتي اسيد مس سيلز اللي تسهل عمليه الامتصاص وهضم الدهون. Bile salts also involve the formation of biliary mast cells. This don't get confused. طبعا mast cells which add in the absorption of fat, fat soluble vitamin A, D, E, K. بمساعدة البايلري mast cells راح تسهل عملية امتصاص الدهون وتسهل عملية امتصاص أيضا الفيتامينات اللي ذائبة في الدهون اللي هي A, D, E, K. مش قد مفيدة؟ وهاي كل البايوسوات تخلقت منين؟ من الكوليسترول، الكوليسترول اللي هو فائض عن حاجة الخلية، واللي نقل من الخلايا أو الأنسجة الأخرى إلمن إلى الكبد بشكل HDL. Most bile salts are reabsorbed near the end of the small intestine. They enter the blood, are transported back to the liver, where they are re-secreted into the bile ducts with other bile compounds. إذن البايل سولت بعد ما ساعدت على reabsorption أو absorption of fat and fat soluble vitamin راح يعاد امتصاصها في الجزء الأسفل من small intestine. وترجع مرة أخرى للكبد لتفرز مرة أخرى لتساعد مرة أخرى في absorption of fat and fat soluble vitamins. تفرز، تخلق في الكبد وتفرز إلى القناة الصفراوية وتخزن في الجول بلادر وتفرز إلى انتستين لتساعد في عملية امتصاص الفات ويعاد امتصاصها في الجزء الأخير من السمول انتستين وترجع إلى الكبد ومن ثم يعاد إفرازها مرة أخرى لتشترك مرة أخرى في عملية امتصاص الدهون. Cholesterol importance as brochures. Cholesterol also a brochures of several important class of compound such as vitamin D, steroid, hormone, hormones such as cholesterol, cortisol, testosterone, estradiol, and progesterone. And then, mercury cholesterol very important. ليش؟ لأن هو يعمل البروسر للمركبات مهمة جدا such as vitamin D والهرمونات مثل الكورتيزول والتستيرون والاسترادايول والبروجستيرون. هذا ملخص لتحول الكوليسترول إلى الهيماتولوجيكال إلى المركبات المهمة بيولوجيا للجسم. كوليسترول يتحول إلى فيتامين دي طبعا بعملية الرينج كلافج ويتحول إلى بايل سولت بالشورتينج أوف سايد تشين. عندنا سايد تشين بالكوليسترول راح يحصل يعني كلافج وتصبح أقصر مما هي عليه وتحول إلى مركبات البايل أسيد. أما عندما يتحول إلى فيتامين دي يحصل كلافج الملفرينج للحلقات الكوليسترول أو يحول إلى الأدرينال سيترويد and سيكس هرمون اللي قلنا عليه كورتيزول والبروجسترون والإسترادايول. الأثيروسكلروسيس high level of cholesterol are associated with atherosclerosis which is characterized by the deposition of cholesterol, ester, and other lipid in connective tissue of arterial wall. إذن من adverse side للكوليسترول عندما يزداد تركيزه في الجسم وتحديد الكوليسترول أستر راح يترسب في الأنسجة الجسم وتحديدا في الarterial wall والconnective tissue وبالتالي يؤدي إلى
يعني الاضرار بهذه الانسجه ويؤدي الى الاثيروسكلروسيس. طبعا السبب في الاثيروسكلروسيس هو ال LDL عندما يصبح اوكسيدايزد. والاكسيدايزز لل LDL تتم باي الفري راديكال، والفري راديكال الاصناف الفعاله او البذور الحره تزداد من خلال عمل الفايكوسايتس of reduced reactive oxygen species الترانسليشن مثل اللي هو FE وCU اللي تنطينا الROS activity، واللايب أوكسيجينيز هذا الأنزيم اللي يحول لي الفاتي أسيد to radical that can bind to LDL and induce lipid oxidation. إذن السبب في الأثيروسكلروسيس هو LDL، ولكن عندما يكون هناك أكسدة للLDL يتحول، والأكسدة تتم من خلال عدة أسباب، جميع هذه الأسباب تنتج بالأخير الفري راديكال، منها الفايكوسايت الترانسليشن ميتون عندما يزداد مستوى الاف اي والسيو، هذا جدا خطر لأن يحث على عملية الار او اس تفاعل مع الأكسجين وينطينا رياكتيف أكسجين سبيشيز. هاي معناتها رياكتيف أكسجين سبيشيز، والرياكتيف أكسجين سبيشيز تتفاعل مع ال دي ال وتحول لي ال دي ال إلى جذور حرة، وتحول ال دي ال شكل المؤكسد، وهذا الشكل هو اللي يدخل إلى الطبقة الطلائية من الطبقة الطلائية من أنسجة عضلة القلب، وبالتالي يعني تحول إلى يتراكم الكوليسترول أستر داخل هذه الطبقة ويؤدي إلى الإضرار بها. وشكرا جزيلا. هسه any question طلاب، أي سؤال أي استفسار؟ من أهمية الكوليسترول إنه هو احنا دائما نقول على الكوليسترول في شيء سيء في شيء إنه تراكمه راح يسبب لنا أمراض القلب، لكن هو بالحقيقة مو دائما هذا، عندما يخرج يعني تكوينه عن السيطرة، عندما يزداد يعني تركيزه بخلايا الجسم، لكن هو بصورة طبيعية هو مركب جدا مهم لتخليق الهرمون الفيتامين دي البايل صوت بايل أسيد، يعني هو جدا مهم في الحالات الطبيعية، لكن عندما يزداد تركيزه يصبح شيء مضر. طبعا هذا ما ينطبق فقط على الكوليسترول، على كل تركيب. التوازن جدا مهم داخل الجسم وخارج الجسم، كل شيء متوازن، النوم متوازن، الأكل متوازن، تفكير متوازن، كل شيء متوازن داخل الجسم وخارج الجسم هو في شيء صحي وممتاز. كل شيء متطرف أو كل شيء يزداد عن حده ينقص عن حده يصبح مضر داخل الجسم وخارج الجسم، وطبقوها على كل مفاصل الحياة. فالكوليسترول هو مهم، لكن ما يزداد عن مستوى طبيعي وبصورة مستمرة راح يؤدي إلى الأثيروسكلروسيس. زين، نقله يتم، ما يتم نقله بصورة مباشرة إلا عن طريق اللايبوبروتين، التركيب اللي يتكون من البروتين والليبيد يضم بداخل الكوليسترول أستر والترايجليسرايد وينقله من مكان إلى آخر أو خلال البلود ستريم إلى أماكن التأييد. هاي السلايد. السلايد الثاني هو الميجر سورس اوف ليبيد كوليسترول، يعني من خلال الدايتري مصدر الرئيسي للكوليسترول او من خلال تخليقه بالاكسترا هيباتيك تيشو الانسجه اللي هي خارج الكبد، وبالتالي يجمع وين في الكبد، والكبد راح يستغله اما بشكل فري كوليسترول كريتد ان ذا بايل او يحول الى بايل اسيد او بايل سولت، أو يفرز بشكل very low density lipoprotein على مود يؤيض ويحول إلى ال LDL اللي يؤخذ من قبل أنسجة الجسم اللي محتاجة الكوليسترول. هاي السلايد الأول والثاني. بعد طلاب آخر سلايد.
آخر سلايد، إحنا قلنا عندنا الباد كوليسترول وعندنا تذكرون وعندنا الجود كوليسترول. باد كوليسترول هو ال LDL. ليش؟ لأن هو يأخذ لي الكوليسترول، الفكشن مالته، العمل مالته، هو يأخذ لي الكوليسترول من الكبد إلى الخلايا، فيراكم لي الكوليسترول داخل الخلايا. أما ال HDL فيأخذ لي الكوليسترول من الخلايا إلى الكبد، والكبد راح يستغله في تخليط مركبات البايل سولت والبايل اسيد. اوكي زين، ال LDL بشكله الطبيعي هو غير مضر، لكن عندما يصبح اوكسيدايز يصبح مضر. ليش؟ لان راح يعني يترسب في الانسجه الطلائيه لعضله القلب، وبالتالي يؤدي الى الاضرار بالعضله ويؤدي الى الاثيروسكلروسيس. لكن ما يصبح اوكسيدايز الا من خلال تفاعله مع الفري راديكال او رياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي تنتج من خلال البايكوسايتس او الترانسليشن ميتال او اللايبو اوكسجينيز اللي يتحول للفاتي اسيد تو راديكال ذات كونتين بند ذا ال دي ال اند اندوز ليبيد بيروكسيديشن. فكل ما يعني انتجت الفري راديكال بشكل كبير، كل ما ادت الى اكسده ال LDL، واكسده ال LDL تؤدي الى يعني ترسب الكوليسترول في يعني خلايا عضله القلب والاضرار بها. مفهوم؟ نعم. زين.